هو رأيك الناس تتكلم وتتكلم عن أخبار الحرب وما الحرب، أصبح ساكن أنت ولد عينه متناترين هكذا كذا. هو بعض ذنب اللي يخبطوا الصحراويين، اللي يخبطوا البوليساريو ويلا يقصفوا يقصف المراكز قطع اللي فيهم رجال اللي صحراويين بمدافعهم مصادين في ذاك الاتجاه الثاني، لأن الجيش المغربي هذا اللي راه لا كيف مدنيين المغرب هذا، راهو في الشبه الصحراوي لا عين رأت شباب، وفيهم اللي من مختلف الرتب، في جنود وفي صف ضباط وفي ضباط عمل وفي ضباط ساميون، هذا قطع عنهم اللي أفضل الربط اللي ذا هو، ويخبطوا حتى هم راهم بعد لا يخبطوا لا يردوا ده كذا يفهموا. ثانيا هذه الصحراويين وهذه قوات الأمن اللي موجودة حاليا، اللي موجودة حاليا في المغرب، والله بعد إلى عتري نقول ما راني قال هين نعمم المغرب يا غير بعد بدنا نعرف أنا منها موجود في الأقاليم الجنوبية من عند واد نوم قوم به إلى القرقرات، ياك ما نقول القويرة لأن القويرة ما هي عمرها فاتت قطعا في الشبنة في قراش هذا، والشاب الضابط وضابط الصف صحراوي، مالي صحراوي صحراوي شكلا وقالبا، صحراوي اصلا وفصلا موجودين في هبطة وياسرين، وقطع عنها هذه القوات الامنيه، هذه القوات الامنيه ياسر منها ياسر منها عادل اكثر، هذا بعد منها اللي في الاقاليم الجنوبيه اكثر من 50% منها، اكثر من 50% منها الاولاد الصحراويات، الاولاد الصحراويات، وقطعنا ما خالق شيء يخلق هونتي ما تدخلوا فيه، ولا يدخلوا فيها الا ذوك اللي اصلهم من الشمال وحدهم، بالعكس كل العمليات اللي تخلق هونتي فيها اولاد الصحراويات، فيها اولاد الصحراويات، ولا هي غير فعلا مآمنين بالمغرب وموظفين فيه ومنخرطين في اسلاكه الامنيه واسلاكه العسكري، وهذا قطعهم لا صحراويين، وعندهم حتى هم مدافع وعندهم وعندهم ايمانات ومارق فيهم يدافعوا عنها، وفعلا يدافعوا عنها كيف دافعوا عنها ذيك الساعه. فاذا ما يحاول حد على انه الصحراء يقلصهم يقلصهم اللي واسع عنه ولا ذيك المجموعه اللي قاعده في التندوف، هذا الصحراء اكثر من ذاك، وهذا الصحراء ما هي الا المجموعه اللي معتمد عليها البوليزاري وتقصف، هذا الصحراء هو ياسر منهم معتمد عليه الدوله المغربيه بحد ذاتها من خلال المهام اللي عنده والكفاءات والعدد والتعداد، حتى هو اللي ما تكون عليهم ياسر من شيء من الميدان اللي ذا هو، وقطع عنهم ياسر كاملين فيهم الغيره حتى هم على ترابهم، وفيهم الغيره للدفاع عنها، وذاك زمن سنوات الرصاص وزمن اهل الصحراء ما كانش، هذه السنوات التاليه قطع عنها البثات جميع المدارس الوطنيه الأمنية والعسكرية والشبه أمنية والشبه عسكرية كاملة 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 كاملة، فتحت أبوابها وتخرجت منها شبه الدفاع بلا وصف، وقطع عنه اليوم أراضي الأرباط، وفيك الأرباط قبال اللي ذيك هي فم شبه مكركب الراس من الصحراويين، راني نقول من الصحراويين أصلا وفصلا، وحتى هم لا عندهم أهداف وعندهم مبادئ صادينهم، إلى عاد كان شيء في ذاك الزمن خي اليوم ماني عارف ماني عارف. لا المهم بعد حد لا يظلم، لا حد لا يظلم، راهو ذا اللي ينقال هنا ويسند القوات الامنيه وينعت اولاد الخيريه، راهم فيهم ياسر من حد لا اولاد داده والقلاد، لا حد حد يعود منصف شوي، ما هو بالضروره عنه القداسه وكذا وكذا، لا في ذاك اللي شرق ذاك اللي في شرق مات للشريط هذا اللي هون، الى عاد كان مسبوب شيء بشيء هكتي، احنا اللي بطنا لا صحراويين، والعلايات اللي بطهم وقمعهم لا صحراويين، واللي واقف على ذيك الحباس ويناوش العلايات، ويامس يامس الدنيا يامس يامس، عندك جارين عائلة ميشان لا الصحراويين، حتى هذا القوات اللي من هنا تي راهي لا الصحراويين، لا تنسى الغالبية الساحقة منها صحراويين، صحراويين الصح حق حق كيف وكيف ذوك من نفس الصلب ومن نفس الطينة، وشكرا.